طب الكلام ده ما كانش ممكن يتقال في مكاتبنا ولا ايه؟ محدش عارف مين متراقب دلوقتي يا جلال، واحنا كلنا العين بقت علينا. طب قولي انت فكرت؟ الا فكرت، دي تقريبا اكتر مرة اقعد افكر فيها في حياتي بعد الفترة اللي قضيتها في الحبس، وخصوصا الليلة اللي بقيتها في التخشيبة، فاكرها طبعا. ده ايه اللي خلاك بتنخرب يعني في الماضي؟ مش احنا كنا عدينا الكلام ده ولا ايه؟ بس اصلهم بيقولوا اللي مالوش ماضي مالوش مستقبل، وعشان كده انا اتأكدت ان انا عمري ما هاخد خطوة لقدام الا لما احل مشاكلي القديمة، والمشكلة اللي مش هتتحل هخلص منها خالص. انت ناوي تقتلني؟ طب ما انت هتروح في ده. لا، من غير ما اروح في داهية. حلو كرسي زين اللي انت قاعد عليه ده يا عبدالله، ولا واسع عليك؟ ما تتضايقش قوي كده، انا بس بطمن عليك. لا تطمن هاشم بيه، كله تحت السيطرة، ومعنا بدل الراجل 100 ونقدر نحن بنفسنا زين. اوعى تفتكر ان الرجالة دول هما اللي مخلينك قاعد هنا. لا، انا لولا اديتك الميعاد ما كنتش هتعرف تدخل القصر ده الا جثة. انت عايز ايه يا هاشم بيه؟ انا لسه ما عوزتش، انا بدي بس. الرجالة دول مش كفاية، انا هديك فلوس تجيب قدهم 4 مرات. وايه الغرض؟ بحمي الراجل بتاعي، الراجل اللي انا خليته كبير بجد. انا كبير بجد يا هاشم بيه، ومانيش الراجل بتاع حد. طب في معلومه انت ما تعرفهاش بقى، احب اعرفها لك. الناس عندي نوعين، نوع معايا ونوع ضدي. وما افتكرش انت بدماغك يعني تفكر انك تبقى ضدي، وخصوصا انك شفت اللي بيبقى ضدي بيحصل له ايه. بيطرد من بيته وبيتشرد اهله، وبجيب راجل من رجالتي يحل محله في بيته. انت دلوقتي من حقك تختار، تقعد هنا ولا تخرج. صحيح، انت ما فتحتش الاوضه اللي كان زين قافلها طول عمره دي؟ لا، ملهاش قفل، مكفوله برقم سري. انت بتهزر يا غزال. الاوضه دي فيها ورق مهم، ودي اول حاجه هعوزها منك. فندم يا هاشم بيه، تجيب راجلين 3 تكسروا باب الأوضة دي وتركبوا لها قفل، وتجيب لي مفتاحه. حاضر يا هاشم بيه. وبعدين يا هاشم بيه؟ وبعدين إيه؟ مش عايزينهم يشموا نفسهم. حاضر، كله بوقته، لسه اللعبة هيحلو. ما تتعبش نفسك، السنتر لوك مقفول. انا عايزك تهدى كده وتسمعني كويس عشان اقول لك انا وصلت لايه وتديني رايك. انا وصلت ان اي حد يقل ادبه عليا ما ينفعش يعيش، ووصلت كمان ان اي حد يلعب عليا او على عيلتي ما ينفعش يعيش. انت عارف يا جلال، الدنيا دي زي حزام الامان بالظبط، اللي ملهوف عليها وبيشد جامد ما تجيش معاه، انما بقى اللي يشد بالراحه كده بيجي معاه. في يا سليم؟ مفيش حاجه. وبعدين انا وصلت، خلاص وصلت ان اي حد يحاول يكسر عيني أو يكسر عين حد يخصني ما ينفعش يعيش. وفارس يخصني يا جلال، قضي الأمر.
مروان بيه، في حد ساب لحضرتك العلبة دي؟ عيني زعلان منك انك ما سالتش عليا طول الفتره دي، بس انا ما نسيتش انك ابويا اللي فضلت طول عمري تحت رجليه. اللي ما عرفكش ابني اللي عارفه من زمان وربيته، ما كانش هيخرج عن طوعي ابدا. تقوم تنسى كل ده يا حاج صبري؟ تنسى الايام دي كلها اللي عشت فيها تحت طوعك تحت رجليك؟ يدي لو عصتني اقطعها واعيش عاجز ولا تحوج ليها ابدا. طب ما انت عاجز يا حاج صبري، هيبقى رجلك ويدك؟ انا كنت مستعد ارجع تاني تحت طوعك، بس انت طول عمرك شايفني صغير ومستكتر علي اكبر واكون كبير ولو مره واحده في حياتي. عشان ليه؟ ما كانش حقك ده، حق زكريا. تقوم تبايعه؟ تبايعه يا حاج صبري قصاد ان يجيبني تحت رجليك؟ طب انا هو تحت رجليك يا حاج صبري؟ كنت فاكر انني هعرف ربيك واعدلك في المهيله اللي انت ملتها. تربيني؟ تربيني على ايه؟ على السمع والطاعه؟ اني ما اخرجش عن الخط اللي رسمه زين العطار حتى وهو ميت؟ وانا اللي كنت فاكرك جاي ندمان وتحب على ايدي وتطلب السماح. ياه، انا فعلا ما ربيتش راجل. انا ما اعرفكش ولا انا اعرفك حاج صبري. انا ابويا صبري العطار الله يرحمه. ارتاح يا راجل يا طيب، الله يرحمك حاج صبري. ايه اللي رجعك يا عبد الله؟ زمان كنت اعرف عايز تقول ايه من غير ما تتكلم. كنت ابص بس لعينك افهم كل حاجه، لكن دلوقت ما فهمكش خالص. مش دي نفس العينين؟ وانا الايام اللي فاتت اقول ازاي عبد الله رضي يعمل فيا كده؟ ازاي رضي يكسر قلبي باختي؟ لكن دلوقت فهمت إن مش أنت عبد الله ابن صبري العطار اللي حبيته. صبري العطار؟ صبري العطار كان راجل طيب وما كانش فيه زيه ولا هيبقى فيه زيه. ولسه راجل طيب.
الله يرحمه.